السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ظهر لقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بخير وقل رب زدني غلما ثم جعلناه نطبة في قرار مكين تيشرت أروب. ثم خلقنا النطبة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

ثم دنا فتدلى تفنور ات ثم ذهب الى اهله يتمطى وسطر التتري ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال بأموال وبنين وجعلناكم مكثر نفيرا خطر صحيح ثم رددناه واسفل سافلين وصنب الباب ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين سير بشر ثم صوره ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم شققنا الأرض شقا أشيد سبي ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميد أرسل ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء ومن نشاء واهلكنا المسرفين ثم عبث وبصر سوط الباش ثم, ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم escuro ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون دوير بانو ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انشطر <سؤال> ثُمَّ قَبَضُنَاهُ إِلَيْنَا قَبُضًا يَسِيرًا قصي شرسي ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ بيش ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل نغم ما تعملون دوير سورة ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم و بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وَقَفَّيْنَ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورحمانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون شطن الشطيش ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون دشر بونهم ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون سل ثم كان عاقبة الذين ساءوا أن كذبوا بآيات الله بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عَلَقَةً فخلق فصوى وسطر أرضي ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة نبوي شطر ثم كلا سوف تعلمون أكشد يرسال ثم كلا سيعلمون أتطر الباص ثم كلي من كل الثمرات بسلكي سبل ربك ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ألوان فيه شفاء للناس إن ذلك لآيات لقوم يتفكرون ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن, وعن أيمانهم وعن شمائلهم

ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم ليقضوا تبذهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بيت انذر ثم ما أدراك ما يوم الدين. بلا

ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها ذِسيا. ونشير ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم يأتي من بعد ذلك سبع فداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما مم تحصنون برر أرسل ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاص الناس وفيه يعصرون ثم يطوب الله من بعد ذلك على من يشاء

ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ترى ثم <applause> <سؤال> يوم القيامه يخزيهم ويقول أين... اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والصوم <وصروا> والسوء على الكافرين شلوشة. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين لما اشتملت عليه

জিম জিম দিয়া শুরু হয় আছে চৈধ্যটি আয়াত করম চৈধ্যশত তিপ্পান্ন থেকে চৈধ্যশত ছেষট্টি ছয় হাজার দুইশত সাতত্রিশ আয়তের মধ্যে আয়াত বুলিয়ে যা 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 ছাপ্পান্ন চব্বিশ

من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه أتنبري آت جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وأن الله بكل شيء عليم فصل جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بشر سياتور جنات عدن جنات عدن مفتحه لهم الابواب جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إِنَّهُ كان وعده مأتيا جَنَّاتُ عدن يَدْخُلُونَهَا تَجِرِي مِنْ تحتها الْأَنَهَارُ لَهُمْ 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 مَا كذلك يجزي الله المتقين شلر أكثر جنات عدن يدخلونها ومن صلح من من آبائهم وأصوازهم وَذُرِّيَّتِهِمْ والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنات عدن يدخلونها يعلون فيها من أصاور من ذهب من ذهب وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ. الشيخ أَجَلُ. جَهَنَّمُ يُصْلَوْنَهَا.

শুরু হয়েছে একত্রিশটি আয়াত তার করম হলো চৌদ্দ ছয় হাজার দুই শত আয়াতের মধ্যে আয়াতগুলো হলো وقوموا لله قانتين دوير دوير حتى اتانا اليقين حتى اذا اتوا على واد النب قالت نملة يا أيها النم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بررداش حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. أثر حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلق على قوم لم نجعل قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أثر النبوي حتى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين عين همئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما. وإما أن تتخذ فيهم حسنا أثر سياسي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال أحدهم الموت قال رب ارجعون تيشر ربي حتى حتى إذا جاء أمرنا وفارقت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل أكبر رسول حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين غمد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها غلما علما من اماذا كنتم تعملون حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا ناصرا واقل عددا صبي حتى إذا فتحت يأزوز وما أزوز وهم من كل حذب من كل حذب ينسلون إكسر سيانو حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم صبغهم وَأَبُصَارُهُمْ وَزُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أتصلي سربيس حتى سرتم الْمَقَابِرِ أتصلي يردوي هَدَائِقَ وَأَعَنَابَ أتطرير بطريش فُرْمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْتَرِيش دم ولحم الخنزير وما وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية و والنطيحة وما أكل السبغ إلا ما ذكيتم وما ذبها على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجانب لاثم فان الله غفور رحيم بصرت حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم و وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في هجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما سرطش حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل <سؤال> فأرسل <سؤال> معي بني إسرائيل <سؤال> شاتر أكشبار حكمة بالغة <سؤال> فما تغن النذور <سؤال> سوى النور চল্লিশের এক হামি একচল্লিশের এক হামী বিয়াল্লিশের এক হামিম তেতাল্লিশের এক হামি চুয়াল্লিশের এক হামী حميم الشرك حامين في كل لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطبه <applause>

সপ্তম বর্ণ বা সপ্তম হরফ খ খ শুরু হয়েছে কুরআন মাজিদের একত্রিশটি আয়াত ক্রম চোদ্দশত আটানব্বই থেকে পনেরোশো আঠাইশ ছয় হাজার দুইশত ছত্রিশ মোট আয়াতের মধ্যে আয়াতগুলো আবু তার হকুহুম জিল্লা ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ستر سؤال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الشتير تدلل خافضة رافعة الدين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دير شعر ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ترشي سبس خذ العفو وأمر بالغروف وأعرض